بعيني انا شفت البنية شاردة. يا لطيف على الناس وين؟ شباب الحلو ما بده يروح لعند جميل. كفيني شنطتك. زيت لعين. زيت لعين. يعني لازم نستفتح كل شهر كل اجتماع ما؟ بيتك. كلونيا كلونيا تضرب انت والكلونيا كلونيا بدك تطلعوا على قبل كلونيا تقبوني تقبوني كلونيا 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 لك الله يجعلكم من حظي ونصيبي يا رب. استريح. ريحي ريحي انا مريح. ريحي انت يلا. بعيد 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 ابعد ابعد. طبعا نحن اجتمعنا اليوم رايكم التعليمات امر اداري. بعد اجتماع المنعقد 90 عدم التأخر عن ونص وكل من وخمسة عمل 15 يوما يبلغ الزم. نحن بدنا في ملاحظ يعني بال انه في شوية ال يعني لما انا عم انتو كتير يعني فخلونا يعني ان موافقين اللي موافق يرفع. طيب من حدا معترض المعترض يرفع ايده. وارجو انه انتهى الاجتماع. يلا جماعتكم اليوم لاعطيكم شوية تعليمات. ايه لما عم بيجي الصبح عم حس انه في فوضى في ضجيج في دائما عدم اهتمام في تأخر عن الدوام في اعاقات